لا يكاد يمر أسبوع في مدينة الموصل دون أن نسمع خبر نشوب حريق في منزل أو محل أو احتراق سيارة. فقد سجلت مدينة الموصل خلال الصيف عدداً من حوادث الحرائق، ولعل أغلبها في العجلات والمنازل. أسباب الحرائق تعددت، ولعل أبرزها حسب رأي المواطنين هو تسرب البنزين أو التماس الكهربائي. كما يرى المواطنون أن افتقار المنازل والسيارات والأماكن العامة للإطفائيات ووسائل الوقاية والسلامة ساهم في انتشار النيران وتوسع رقعة الحريق وتسبب في أضرار كبرى. أكثر الحرائق أسعى السيارات اللي عاد تشتعل بالشارع كله بنزين، وأبو السيارة ما إطفائية ما عنده، ومواد سلامة ما عنده بالسيارة، لازم كل سيارة بها إطفائية أو كل بيت به إطفائية ضروري، يعني إلا يصير حريق الله يقوم يدور على مادة الإطفائية. لازم موجودة هاي الإشارات السلامة اللي إطفائيات البيت أخلي منها كوبل شرشف بطانية القنينة يلفها يعني ضد الحريق. ويؤكد المواطنون ضرورة توفر إطفائيات في العجلات والأماكن العامة وحتى المنازل، ويشيرون إلى أن فتح دورات تدريبية من قبل مديرية الدفاع المدني لتعليم المواطنين كيفية التعامل مع الحرائق والحد من انتشارها مسألة مهمة. أسباب أكثر شيء هو الكهرباء، التماس الكهربائي، أو أنه الإبطالة، يعني ما صارت المستشفى مع الحريق مع بغداد يدهن طق البطل على شو اسمه صار الحريق مالتها، فالمستشفيات اسعكو يعني الدوائر او شيء تجهيز من المطافي الزئبقيه او الكرات هاي تلقائيا هي تشتغل، يعني حتى من تكون مثلا ما حد موجود او شيء احد بالغرفه او بالهذه فهي تشتغل تلقائيا الاطفائيه. فيما لفت أصحاب محلات بيع الإطفائيات ووسائل السلامة إلى توفر عدة أنواع من الإطفائيات، وبيّنوا خصوصية كل إطفائية وفي أي حرائق تستخدم. الإطفائيات الموجودة أكو الرغوة يصل للخشب والمواد النفطية، وأكو CO2 للأجهزة الكهربائية، وأكو الباودر يصل جميع أنواع الحرائق. يحتاج المواطن أن يدخل دورات الدفاع المدني، يفتح دورات تعاون مع علم الإطفائية. طبعا ضروري، بس يعني هي شغلتها ما يراد لها شيء، يعني يحتاج تعلم المواد بالبيت ما تعرف هذا الشيء. اي لازم يحتاج بالبيت ما تعرف بالمسمار وما بالمسمار وكذا، يحتاج دورات توعويه من خلال الدفاع المدني، من خلال دورات خاصه. اي يحتاج طبعا. كما أكد المصليون أهمية تجهيز الأبنية بمنظومات الحرائق، ودعوا المواطنين إلى التسلح بوسائل الوقاية والحماية والاستعداد لأي طارئ. السبب الحرائق ما حرائق، وهالأمور هذه اللي متعرف عليها تصير حاليا سببها 90% التماس الكهربائي، ونحن بنفس الوقت ما متعايشين مع هالعشوائيات مع الوايرات المولدة وأمور الكهرباء الغير منتظمة وهاي الأمور. فبهذا الوقت لازم نحن علينا كل واحد أبو بيت أبو محل أبو سيارة أبو بناية إجباري، إذا أبو بناية يخلي له منظومة حريق، أبو سيارة يخلي له إطفائية صغيرة، أبو بيت يخلي له إطفائية. وحاليا حتى يعني ما يكون منظره الكبير اللي تعرفونه الإطفائية المتعارفة الكرة وما كرة اللي شاهدتم قبل شوية، هذا عبارة عن إطفائية بنسبة إسعافات أولية بالعنقية، إذا لا قدر الله بحادث سير ما حادث سير يصير كسر عند أحد الركاب أثناء القيادة يساعد إسعافات أولية اللي هي تقدر تعمل عملية صغرى بها الضماد والشاش والإبرة والبنج الموضعي كله بها، وطبعا قيمتها يعني بدون ما نذكرها جدا جدا رخيصة.